إرهابية محدقة ببلد، أزمة مائية غير مسبوقة، وتشوف العامة الإرهابية هذه صفر استعادة للثروات، صفر منتوج، صفر ربما عمليا نمو في السلبي، العقل بتاع الدولة الأصل فيه وين يمشي الآن؟ باهي الدولة ما عندهاش عقل. دكتور نعم دكتور دكتور نمشي لسيدي قاسم، معذرة دكتور خديجة. أنا نحب نرد التحية لأستاذنا وصديقنا الدكتور أحمد القديدي، أرد له التحية ورحبوا به وأحيي ضيفك السابق دكتور معناها التليمي، كذلك نحيي كل المشاهدات والمشاهدين. أنا هذه بالنسبة لي تحية دائمة. شوف احنا البلاد بتاعنا احنا أمام زوز أشياء، زوز مواقف. أولا نحن لا نتحمل في بلدنا أي ظلم، ولا نتمنى لبلدنا أي اهتزاز من أي نوع كان، لا نريد لها مجاعة ولا أزمة ولا إفلاس ولا عدم استقرار ولا فشل على الإطلاق. احنا أرواحنا فداء لوطننا لتونس الحبيبة، احنا مناضلين ملي احنا شباب ندافع على قضية بلادنا كما نراها نحن، كما نعتقد نحن، دفاعا عن الحرية وعن العدل وعن الديمقراطية وعن المساواة وعن حقوق الإنسان وغير ذلك. هذا شيء بالنسبة لنا لا يزايد فيه علينا أحد. احنا مانيش متمنين لتونس ازمه، لا افلاس، ولا حابين ان ما نستخرج قرض ولا شيء. هذا باش يكون واضح. اثنين، هذا لا يمنعنا اننا نمارس موقفنا المتمسك بالمسار الديمقراطي والرافض للانقلاب، لانه هذا جزء من وطنيتنا ومن انتمائنا لتونس العزيزه. مانيش نبيعوا ونشروا، احنا عندنا موقف مع ضد الانقلاب لاننا مع الديمقراطيه، مش خاطر احنا ضد قيس سعيد، احنا مع الديمقراطيه. ولذلك التهديدات هذه توا كلها، التهديدات هذه يا سي حسين اللي سالتني عليها، الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والارهابيه وغيرها، بالنسبه لنا هي مدعاه للتراجع عن المسار الاستبدادي والانقلابي والانفرادي، وهي مدعاه للعودة إلى المسار الديمقراطي وإلى الشرعية. هذا بكل وضوح صديقي، وهذا ما نعمل من أجله، وهذا ما عبرنا عليه في بيان جبهة الخلاص، أننا ندعو كل القوى الوطنية إلى أن تمد الجسور وأن توحد الموقف وتوحد الصفوف لتقديم خريطة طريق تنقل تونس من الأزمة ومن المأزق المتردد فيه. ألا تخشون أن تستغل السلطة هذه العملية الإرهابية التي وصفتها بالإجرامية في مزيد يعني إحكام القبضة الأمنية وتضييق الحريات بتعلة هذه العملية؟ والله هي عقلها السياسي في أحمد القديدي قال لك الصواب لو بون سونس، عقلها السياسي وعندها هي. إذا كان هي تصريح في ندوة في مسامرة رمضانية يقف عليها رئيس أكبر حزب في تونس موقوف ومعناها في 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 في, في معناها سجون، إذا كان بالنسبة اتهامات سابقة للإثباتات يتوقف عليها معناها المناظرين، إذا كان هاتف ولقاء وقهوة يهز الناس إلى معناها اليوم إلى المرنقية من ألوان شتى ومن مواقف شتى، ينجم النظام يوظف هذه العملية الإجرامية النكراء. أصلا ما أنت أقرب بيان المدعو من جرحوي شخصين، أقرأ اللي هم اليوم من الأحزمة الداعمة بشكل كامل جدا لسلطة الأمر الواقع في تونس، أقرأ هذا اللي انشق على الحزب بتاعه وأطرد من حزبه لأنه واخذ موقفه الخاص وماشي عامل مناهج. أسس حزبا جديدا سيدي قاسم، أعتقد طلع بيان ضد حزب حركة النهضة تحديدا ويوظف هذه الجريمة باش يقع تصريح حسابات مع خصم سياسي ما نجموش. كان معنا في البرلمان نهار كله هو يكذب، نهار كله هو شاب المصلح ويكذب، لأن يكذب على الشعب التونسي بكل افتراء بكل أرجيف. شنو يمنع الناس هذوما ينصحوا الانقلاب يقولوا له اسمع ما عليك إلا، وأصلا الصفحات الفيسبوكية البارح كلها توجه الاتهامات معناها الى 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 الوطنيين الى المناضلين الى الى ابناء النهضه وجبهه الخلاص وغيرها. طبعا اشياء مضحكه في الحقيقه، لان الشعب كامل يعرف اللي هذايا ما ثماش منه مش صحيح، لانه لو كان هذايا صحيح ما يستنوش دقيقه واحده قبل الاعلان عن الاتهام يقع الايقاف وتقع الملاحقات يا سي حسين. لكن احنا ما نخافوش من هذايا، لان بالنسبه لنا دائما وابدا نقولوا ما دامنا على حق
وما دامنا ما عندنا مناش نخافوا، ما عندنا ليش يعني ابدا يعني ما الناس مسؤولين احنا على اجراءات الاستبداد التي تؤخذ من الجانب الاخر، لكننا نؤمل دائما وابدا انه يرجع شاهد العقل، ان الناس ترجع للجاده، الناس تتحمل المسؤوليه، الناس تقول لك ابي تو وين ماشي، هذا يراه ماهوش يعني باش طريق باش ينقذ تونس وباش يخرجها من المازق اللي هي فيه، هذا ما يزيد الامور الا توترا وانقساما وعدم استقرار بكل وضوح. هذا هو اللي قاعد يصير الان، البلاد في ازمه، البلاد في ازمه، علينا نبحث على حلول مش نزيد نوتر الاجواء والاوضاع. قرار الاستاذ الغنوشي البارحه مقاطعه المحكمه، احنا لما كان طليق وكان كل مرة يستدعى إلى محاكمات وإلى تحقيقات وبحوث وأبحاث، احترم الأخ الرئيس رئيس الحركة ورئيس مجلس النواب الشرعي، احترم القضاء والدعوات وذهب إلا في حالات نادرة كانت لأسباب صحية، ولكنه لاحظ أن العملية أصبحت كأنها تشفي وكأن المقصود بها فعلا كما قال أحد المقربين من الانقلاب، أن خليهم يمشوا ويجوا يتروا بالمسير والجيان معناها على المحاكم. اليوم هو موجود مودع في السجن، مودع معناها في الايقاف، ولما يؤخذ من الايقاف وضعف الحاله التي كانت فيها سياره النقل هذه المخصصه جدا اللي سماها البعض منهم سياره التعليق، يعني باش تهز الاستاذ راشد الغنوشي باش يمشي لسوسه ولا باش يمشي الى 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 بحث والى تحقيق في قضيه ما وقع البحث فيها، وعندكم المعطيات الكل، وناكد لك ان الساده قضاه التحقيق شبه معناها على يقين تام بالبراءه وبان ما ثم حتى شيء، ليش؟ يعني امام وضعيه مباشره يعني امشي لانستلم ولا يمشي للنماء ولا حاجة، هي البحث على أن يكون هذا الإيقاف له مبرر آخر غير مبرر تصريح. نعم. غير مبرر موقف منام بالتعبير على رأي باش يولي هناك نوع من الإجرام، يا سيدي هذا القضية وبحثوا فيها وطلعوا أي درجة من الاتهام حقيقة بتورط فيها رئيس حركة النهضة ولا حزب حركة النهضة، وأعلنوا على ذلك للرأي العام الوطني للشعب التونسي قاطبة، احنا ديما قايلين رانا عندنا ثقة في القضاء ويتفضل القضاء يبحث ويصدر للشعب التونسي الحقائق، ونحن أول من يلتزم، أصلا احنا أول من يبحث عن الحقيقة دي لأنها تكشف من هم وراء كل هذا فعلا يعني، لكن بس تولي هزلة هز وجيب هز وجيب هز وجيب، لا هذا ماهوش في كرامة هذا الرجل وماهوش في حق هذا الرجل الذي نال وحظي احترام العالم ولكن لا نبي في قومه يا صديقي العزيز، وأولو الفضل في أوطانهم غرباء كما قال الشاعر الكبير أبو العلاء المعري. نعم.